وبعض الناس يفعل شيء أقبح من هذا وأشد فسادا ويعد جريمة، لما يعجز عن إحضار سيارة الشفط المتكررة عندما تمتلئ الحفرة، يربط شبكة مجاري البيت يربطها ببير من الآبار القديمة إلى جانب بيته، أو يحفر هو بيت أو يحفر هو بئرا ويضع فيه هذه المجاري. هذه جريمة، جريمة يعني كل ما في هذه المعنى من كلمة. هذا إجرام وفساد في الأرض، وصاحبه يجب أن يعاقب عقوبة شديدة قاسية رادعة. وهذا منتشر عند كثير من الناس ولا يبالون به، وهم اضطرتهم ظروف انعدام الخدمات وعدم وجود مجاري وشبكات صرف صحي، اضطروا إلى أن يفعلوا مثل هذه الأفعال السيئة التي لا يرضاها إنسان. يعني لا يفعل هذا الإنسان عديم الأخلاق وعديم الضمير وعديم الإحساس، لأن الماء الذي ينزل في بئر الشرب اللي في جنب بيته الماء النجس هذا سينتشر في كل منطقة، كل آبار المنطقة، لأن العيون كلها مربوط بعضها ببعض.